أنا مبسوطة كتير وإلي الشرف إني أكون عم أقدم مهرجان الجونة للسنة هالسنة، لأنها استثنائية وفريدة من نوعها بالرغم من كل القصص يلي عم بتصير حوالينا. مبسوطين كتير إنه رح نقدر نعمل هيدا المهرجان وهيدا يلي أنا محمست له، ومبسوطة كتير إني موجودة بالجونة لأنها حلوة كتير والأجواء حلوين كتير وكل شيء يعني حواليي محمسني إني أكون هون. وبفتكر رح يكون في قصص غير السنة، والمهرجان ضخم كتير، يعني امبارح رحت شفت اللوكيشن محل ما رح يكون واتخذت بعظمته، وكتير محمسة، ويلا تابعوا أحداثنا.